في الصف الأول الإعدادي في درس جديد من دروس اللغة العربية الفصل الدراسي الثاني بعنوان من قصص القرآن الكريم. عايزين نتعلم أو قبل ما نبدأ في الدرس، القرآن الكريم مليء بالقصص للأنبياء والرسل والصالحين، بناخد منها العبرة والعظة مش التسلية في القصص التانية، يبقى بناخد العبرة والعظة في حياتنا علشان نطبقها في حياتنا. القصة اللي معانا النهاردة هي قصة نبي من الأنبياء هو سيدنا يونس عليه السلام. سيدنا يونس عليه السلام طبعا لقب في القرآن الكريم بذنون أو صاحب الحوت أو صاحب الحوت. طيب هنلاقي مع بعض هنا الجزء معانا، هناخد الجزء الاولاني معانا في الدرس وهنتكلم فيه عن يونس عليه السلام ييأس من هداية قومه والسفينة توشك على الغرق والقرعة تصيب يونس عليه السلام ويونس عليه السلام على شاطئ البحر. دي الأجزاء اللي هندرسها من خلال الدرس بتاعنا النهارده. يلا بينا نستمع إلى الدرس ونتناقش مع بعض عن أهم الأسئلة وكمان المفردات الصعبة اللي موجودة في كل جزء. في قرية جميلة تسمى نينوى أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه يونس عليه السلام إلى هذه إلى أهل هذه القرية. فبدأ النبي الكريم يدعو الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد، والناس لا يطيعونه، فلما أدركه اليأس من هدايتهم خرج من القرية وتركهم لمصيرهم. طيب السؤال هنا، ما اسم هذه القرية التي أرسل الله إليها يونس عليه السلام ولماذا أرسله؟ القرية هي كما واضح في القطعة، القرية تسمى نينوى، ونينوى قرية في مدينة أو مدينة العراق أو دولة العراق. طيب ما السبب الذي أرسل له سيدنا يونس عليه السلام؟ هنقول له إيه؟ دعوة الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد. دعوة الناس إلى إيه؟ إلى عبادة الله الواحد الأحد. طيب يا ترى ما موقف أهل القرية من دعوة يونس عليه السلام؟ هنقول إيه؟ كان الناس لا يطيعونه، كان الناس لا يطيعون أمر سيدنا يونس عليه السلام. طيب ماذا فعل يونس عليه السلام عندما أصابه اليأس من هداية قومه؟ شعر باليأس بالقنوط، هنا فقد الأمل، فقدان الأمل هنا دفع سيدنا يونس أن يخرج من القرية ويتركهم لمصيرهم. خرج من القرية وتركهم لمصيرهم. يبقى واحد، القرية تسمى نينوى، أرسله الله إلى قريته لهداية قومه ودعوته إلى عبادة الله الواحد الأحد، ولكن كان موقف قومه عدم الطاعة ومعصية كلام سيدنا يونس عليه السلام، فكان رد فعل سيدنا يونس أن تركهم وخرج من القرية وتركهم لمصيرهم. طيب مع بعض المفردات، أرسل بمعنى بعث، أرسل بمعنى إيه؟ بعث. يطيعونه يتبعونه، والمضاد يعصونه. أدركه أصابه ولحق به اليأس القنوط اللي هو فقدان الأمل أيضا، والمضاد الأمل والرجاء، هدايتهم إرشادهم، والمضاد إضلالهم، مصيرهم نهايتهم وعاقبتهم، والجمع مصائر، والجمع مصائر. مع جزء آخر من أجزاء الدرس، لم يكن أمر الله قد صدر إلى يونس عليه السلام بأن يغادر القرية، اتجه يونس عليه السلام إلى شاطئ البحر وركب سفينة، وبعد يومين من إبحار السفينة تغير الجو فجأة وهبت عاصفة شديدة جعلت الموج يرفع السفينة ويهوي بها
حتى أوشكت على الغار. فقال قائد السفينة: لا بد أن نخفض من حمولة السفينة، ولا بد من التضحية بأحد منه، ولهذا سنجري قرعة على أسماء الركاب، فمن خرج اسمه بعد 3 مرات فسوف نلقيه في البحر. وأجريت القرعة 3 مرات، وفي كل مرة يخرج اسم يونس عليه السلام، ومن ثم ألقوه في البحر. يبقى إذن هنا نخلي بالنا يا شباب إن ربنا ما أصدرش الأمر إلى سيدنا يونس بتركه للقرية، ولكن هو خرج غاضبا لعصيانهم لكلامه، ولم يصبر على على دعوة الله لهم وهدايتهم. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يؤدب سيدنا يونس عليه السلام. طب ماذا فعل؟ تركهم وذهب إلى الشاطئ، وهناك وجد سفينة فركب فيها. فماذا حدث؟ حدث عاصفة شديدة بدأت ترفع السفينة وتنزل بها، وأوشكت هذه السفينة على الغار. فقائد هذه السفينة اتفق مع ركاب السفينة إنهم يعملوا يجروا قرعة، فمن خرج اسمه بعد 3 مرات ألقوه في في البحر، طبعا لتخفيف الحمولة الزائدة في السفينة. طيب، فأجروا القرعة 3 مرات، يخرج اسم سيدنا يونس عليه السلام، ماذا فعل؟ ألقوه في في البحر، يبقى إذا السؤال هنا: إلى أين اتجه يونس عليه السلام وماذا فعل؟ اتجه سيدنا يونس عليه السلام إلى شاطئ البحر. طب ماذا فعل؟ ركب السفينة. أحسنت، ركب ركب السفينة. طب ما الذي حدث للسفينة بعد إبحار السفينة بيومين؟ نقول تغير الجو فجأة، يعني على غير المتوقع، وهبت عاصفة شديدة جعلت الموج يرفع السفينة ويهوي بها، أي يسقط بها، حتى أوشكت السفينة على الغار بمن فيه. السؤال هنا: ما الاقتراح الذي قدمه قائد السفينة للتخفيف من الحمولة الزائدة؟ اقترح عليهم، قال: لا بد من التضحية بأحد منا بإجراء قرعة على أسماء الركاب، فالذي يخرج اسمه 3 مرات يلقوه في في البحر. طب ايه نتيجة هذا الاقتراح؟ ما نتيجة الاقتراح؟ انهم اجروا القرعة، وهناك وقع الاختيار، وقعت القرعة على على اسم سيدنا يونس 3 مرات، وكان نتيجة ذلك ان القوه في في البحر، طيب، صدر بمعنى وقع ونفذ، يغادر بمعنى يرحل ويترك، والمضاد يبقى ويقيم ويظل. سفينة لها جمعان: سفن وسفائن، وليها معنى برضه اللي هي الفلك، الفلك أيضا بمعنى السفينة. إبحار بمعنى إقلاع، إقلاع، ومضاد إبحار رسو أو توقف، الجو، طبعاً معنى الجو الطقس، وجمع الجو الجواء والأجواء. هبت أي ثارت، والمضاد هنا سكنت وهدأت. عاصفة أي ريح شديدة مصحوبة بمطر، يعني ريح هواء شديد، وأيضا ينزل مع هذا الهواء الشديد أو الريح الشديدة مطر. وجمع عاصفة عواصف: يهوي ينزل بها، والمضاد يرفع. أوشكت أي قاربت، ومضادها بعدات. أحسنتم. قائد لها 3 جموع: قوات، وقادة، وقائدون، جمع مذكر السالم. نخفض أي ننقص ونقلل، ومضادها نزيل. نجري
أن يقوم به. قرعة أي اختيار يعتمد على الحظ، يعتمد على الحظ. طيب، وجمع قرعة قرعة، أجريت أي تمت، من ثم أي من هنا. وإلى هنا ننتهي من الجزء الأول من الدرس، وإلى اللقاء مع الجزء الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.